أحب الأعمال إلى الله. كلما قوي الإيمان في قلب العبد كان أحب إلى الله، وذلك إخواني الكرام أن العمل الذي يوصف بكونه محبوبا لله إذا عمله المسلم أحبه الله، إذا عملت بما يحب الله أحبك الله، لكن أن تكون في أوساط قوم ألف الضلال، ألف الباطل، فاستقمت على شرع الله وعلى طاعة الله هذا شأنه آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. محاضرة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ 2/ربيع 44400 الهجرة، ألقيت في مسجد الرسالة في السحول إب اليمن، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، ونحمده أن جمعنا في هذا المسجد المبارك لنتذاكر فيه شيئا من الخير مما يفتح الله به من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعم الملتقى اللقاء في هذه المساجد لسماع الخير، سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير ونفع لنا جميعا، وأن يوفقنا في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إخواني الكرام، إن عدة العبد وزاده الذي يتزوده للقاء ربه جل وعلا هو الأعمال الصالحة، فإنها خير الزاد ليوم المعاد، كما قال ربنا جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعبد في هذه الحياة كالفلاح في مزرعته، يزرع ليحصد، والعبد مع ربه جل وعلا في هذه الدنيا حاله كحال الفلاح، يزرع هنا ويحصد هناك، فإن زرع خيرا جنى خيرا وحصد خيرا، وإن زرع شرا حصد شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا يحصد العنب من يزرع الشوك، وإنما يحصد كل زارع ما زرع. فالأعمال الصالحة هي البذر، وهي الزرع الذي يزرعه المسلم في هذه الحياة لنفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فهنيئا لمن يسر الله له العمل ووفقه وأعانه على ذلك. فالأعمال الصالحة كثيرة، وطرق الخير متنوعة، ولكن الخطر يكمن في الكسل أو التكاسل عن فعلها. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ من ذلك ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. والمراد به العجز ليس العجز الذي لا يستطيع الإنسان معه العمل بسبب مرض ونحوه، وإنما العجز مع القدرة، التعاجز الذي يجعل الإنسان يتباطأ عن فعل الخير مع قدرته عليه، والكسل ثقل العمل عليه وثقل الطاعة والعبادة عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه وعلمنا جميعا أن نقول: اللهم أعنا على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك، كما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلمها معاذ وقال: والله إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: أفضل المطالب، أفضل المطالب سؤال العون على مرضات الله، وأجل المواهب أن يعينك الله على ذلك. ونحوه في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله: أفضل ما يطلب العبد ربه جل وعلا أن يعينه على مرضاته وعلى طاعته وعبادته، وأفضل ما يعطى العبد ويجاب به من الله سبحانه أن يجيبه في هذا المطلب فيعينه على القيام بالعبادة وتحقيق الطاعة والاستكثار من الأعمال الصالحة. وهذا مذكور في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الذي هذه الآية التي جمعت خلاصة معاني القرآن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقاله غير واحد من أهل العلم. إياك نعبد أي وحدك لا شريك لك، وإياك نستعين أي على القيام بهذه العبادة. وهذه الآية كما جاء في الحديث القدسي عندما يقرأها المصلي في صلاته يقول الله جل وعلا: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه بيني وبين عبدي، لله العبادة وعلى وللعبد الاستعانة العون من الله عز وجل. إياك نعبد أي نخلص لك العبادة وحدك لا شريك لك، وإياك نستعين أي نطلب العون منك. فإذا أعين العبد نال كل الخير في الدنيا والآخرة. المقصود عباد الله، المقصود إخواني الكرام، أن الحياة فرصة للعبد يستكثر فيها من الأعمال الصالحة، يتزود فيها للقاء ربه سبحانه وتعالى بما أقدره الله من أعمال صالحة، ويحاول ألا يخلي وقتا من أوقاته من عمل صالح. هذا هو الموفق الذي يحاول ألا يخلي جزءا من وقته من عمل يرضي به ربه جل وعلا. وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، فهذا هو الموفق الذي يحاول أن يملأ وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى وبأعمال صالحة، إما بجوارحه وإما بلسانه وإما بقلبه. فقد يكون الإنسان واقفا ساكتا لكن قلبه يعمل ويعبد الله جل وعلا، كأن يبقى يتفكر في أمر الله، يتذكر الخوف من الله، الرجاء لما عند الله، ونحو ذلك من أعمال القلوب، فهو بذلك يسير إلى الله ويعمل أعمالا صالحة. ومن التوفيق أيضا في هذا، وهو مرادنا في هذا المقام، أن يحرص الإنسان على الأعمال التي لها عند الله شأن ويقدمها على غيرها ويستكثر منها. فقد جاء في فضائل بعض الأعمال ما ليس في غيره، والأعمال الصالحة كما قلنا كثيرة ومتنوعة، ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بها جميعا، ولكن يحرص على أن ينتقي منها ما هو أعظم للأجر والثواب وأزكى له عند الله جل وعلا. ومن ذلك أن يحرص على الأعمال التي جاء في فضلها أنها أفضل الأعمال عند الله، وقد جاء هذا في فضل عدد من الأعمال: أفضل الأعمال عند الله كذا، أفضل العمل عند الله كذا، وأيضا جاء في بعضها خير الأعمال كذا، فهذه الأعمال لها مزية على غيرها، كذلك أحب الأعمال إلى الله كذا. فهذه الأعمال التي ورد فيها مثل هذه الصفات أو مثل هذه الأوصاف والترغيب ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يستكثر منها ويقدمها على غيرها. وفي هذا المقام
نذكر بعض الأعمال التي وصفت بأنها أحب الأعمال إلى الله. هناك أعمال ورد فيها ما يقارب هذا كخير الأعمال أو أفضل الأعمال، هي قريبة من هذا وهي كثيرة، لكن نقتصر بإذن الله في هذا المقام على أعمال وصفت بأنها أحب الأعمال إلى الله. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث بعض أصحابه قال: حدثني بهن النبي صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، أي لو سألته ثم ماذا ثم ماذا لذكر لي، لكنه اختصر على السؤال بهذه الثلاثة الأسئلة فذكر له هذه الأعمال الثلاثة: الصلاة على وقتها، هذا العمل المبدوء به في هذا الحديث، الصلاة على وقتها، أن يصلي المسلم هذه العبادة ويؤدي هذه الفريضة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأنها عمود الإسلام، عمود الإسلام أي يقوم عليها الإسلام كما يقوم البناء على الأعمدة. إذا سقطت أعمدة البناء ما الذي يحصل؟ يسقط البناء، وهكذا الصلاة. قال: وعموده الإسلام، وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فإذا سقط هذا العمود لم يبقى هناك إسلام، لم يبقى لتارك الصلاة إسلام، كما جاء في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم من شأن الصلاة وحق له ذلك، فالصلاة عبادة جليلة القدر عظيمة المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، والتهاون بها يدل على ضعف الإيمان، وكلما اشتد التهاون بها عظم ضعف الإيمان عند من يتهاون بها. وكلما رأيت الرجل معظما للصلاة محافظا على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومستحباتها فاعلم أن هذا من الإيمان. والله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا فقال في كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فإن هذه الآية نزلت في هذا الشأن. فالإيمان المراد به هنا الصلاة، فإن المصلي قائم بعمل عظيم من أعمال الإيمان، لكن الصلاة على وقتها، فالذي يتهاون بالصلاة في وقت الصلاة يؤخر الصلاة عن أوقاتها، هذا لم يقم بأحب الأعمال إلى الله كما ينبغي، بل كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، جاءت أدلة أخرى تدل على وعيد من ضيع الصلاة أو من أخر الصلاة عن وقتها، ووصف فعله ذلك بأنه تضييع لها. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر عددا من الأنبياء والرسل في سورة مريم، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فخلف من بعدهم خلف
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الآية فيها وعيد شديد، فلنتأمل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما المراد بإضاعة الصلاة هنا؟ جاء عن سعيد بن المسيب وغيره أنه قال: والله ما تركوها بالكلية، والله ما تركوها بالكلية، ولكنهم أخروا الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى بعد نصف الليل، والفجر حتى طلعت الشمس، ما تركوها، لكنهم أخروها عن أوقاتها. فسمى الله جل وعلا فعلهم تضييعا للصلاة، أضاعوا الصلاة. قال: واتبعوا الشهوات. ذكر سبب تضييعهم للصلاة وتأخيرهم لها عن وقتها، ما السبب؟ قال: واتبعوا الشهوات، اتباعهم للشهوات. وانظر في المجتمع تجد هذا الأمر واضحا جليا، فتجد من يؤخر الصلاة عن وقتها متبع لشهوته، إما لشهوة مطعم أو مشرب أو ملبس أو في عمل في تجارة أو مزرعة، شهوة نفسه قدمها على مرضات ربه سبحانه وتعالى، فأخر الصلاة عن وقتها وضيعها. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فيا من ضيع الصلاة، يا من أخر الصلاة عن وقتها، ألا تخاف من الله؟ ألا تخاف من هذا الوعيد الذي ورد في هذه الآية؟ قال: واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جاء عن ابن مسعود وغيره أن الغي واد عظيم في جهنم، والعياذ بالله شديد الحر. توعد من يؤخر الصلاة عن وقتها بهذا الوعيد الشديد. فهذا دليل على ضعف الإيمان، لأنه آثر مرضات نفسه أو اتبع شهوات نفسه وقدمها على مرضات ربه، بينما ذاك الذي حافظ على الصلاة في أوقاتها ترك كل شيء من أمور الدنيا وراء ظهره وأقبل ليقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ذاكرا وراكعا وساجدا ومصليا ومسبحا ومهللا ومكبرا، يؤدي هذه العبادة التي والله هي أفضل العبادات البدنية، كما جاء النص فيها عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. الصلاة أي هذا العمل، وأن يكون في الوقت. فالصلاة عبادة جليلة عظيمة القدر، لا يتقرب المسلم إلى ربه جل وعلا بعبادة بدنية أفضل من هذه العبادة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ثوبان: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم الصلاة. إذا ضيع الإنسان هذه العبادة فهو لما سواها من العبادات أضيع بدون شك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، شبه الإسلام بالسلسلة التي تشتمل على عروة كثيرة، عرى كثيرة. قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة، آخر شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس بعد آخر العرى شيء. بهذا المعنى يقول: إذا ذهبت آخر عروة لم يبقى بعد ذلك شيء، وكذلك الصلاة إذا ذهبت لا يبقى بعدها شيء. فأحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها، فلنحافظ على الصلاة في أوقاتها في بيوت الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. قال العلماء: العمارة الحسية والمعنوية، العمارة الحسية ببنائها، والعمارة المعنوية بالصلاة والذكر والتلاوة فيها وأداء العبادات والأعمال الصالحة فيها. وأعظم ما تعمر به المساجد الصلاة، فإنما بنيت لإقامة ذكر الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. العمل الثاني من أحب الأعمال إلى الله، قال: قلت ثم أي؟
قال: بر الوالدين. الصلاة حق لله، وبر الوالدين من حقوق المخلوق. وجاء قرن حق الوالدين هنا بحق من أعظم حقوق الله وهي الصلاة، كما قرن حقهما بأعظم الحقوق لله على الإطلاق وهو التوحيد في كتاب الله والنهي عن الشرك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والأعمال التي هي أحب الأعمال إلى الله هي على قسمين: قسم يتعلق بحقوق الله، وقسم يتعلق بحقوق المخلوقين. وجاءت أحاديث عدة في هذا، وأحاديث عدة في هذا، وسنذكر بعضا منها. فهذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في عملا من أحب الأعمال إلى الله فيما يتعلق بحق الله، ثم عقبه بعمل من أحب الأعمال إلى الله متعلق بحق مخلوق، وهما الوالدان الذين عظم الله عز وجل حقهما وقرن حقهما بحقه. قال: ثم بر الوالدين. والداك لهما من الحق ما ليس لغيرهما، طالما أحسن إليك سهرا لتنام، تعبا لترتاح، جاعا لتشبع، فعل ما فعل من أجلك. وكلنا ذلك الإنسان الذي نال من حنان والديه وبرهما وعطفهما وإحسانهما ما نال. ولا يستطيع أحد منا أن يرد لوالديه جميلهما وصنيعهما ولو عمل ما عمل إلا في حالة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. وهذا لا يمكن أن يحصل في زماننا هذا. هذا لعظم حق الوالد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي، أي بأن أصحبه وأحسن في صحبته ومعاملته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر حق الوالدة قبل حق الوالد، لأنها تتعب في الحمل والولادة والرضاع ما لا يتعب به الوالد، وإن كان للوالد أتعاب أخرى، أمور أخرى يقوم بها تجاه ولده، لكنها دون ما تفعله الأم. ولكل حق. والمقصود أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، وأنه يجب على المسلم أن يرعى هذا الحق وأن يقوم به على وجهه كما أمره الله وكما كلفه الله عز وجل به. وما منا من أحد إلا وعنده في هذا الباب ما عنده من التقصير، ولكن سددوا وقاربوا. ومن كان لا زال والده أو والدته على قيد الحياة فهي والله غنيمة له، غنيمة. يستغل هذا الجانب وهذا الباب ويتقرب إلى الله بعمل هو من أحب الأعمال إليه، من أحب الأعمال إليه. ومن أغلق عنه باب أو كلا البابين فلم يغلق عنه باب البر، فلا زال المجال مفتوحا بعد موتهما بالدعاء لهما والصدقة عنهما والإحسان إليهما ووصل من كان صديقا لهما، فكل هذا من برهما حتى وهما في قبريهما. نعم إخواني الكرام، إن هذا الحق وإن هذا العمل قصر فيه أكثرنا ولم نقم فيه كما ينبغي، مع أنه من أحب الأعمال إلى الله وفضائله كثيرة وعديدة، وليس المقام مقام الكلام على هذا الحق، وإنما المقصود الإشارة إليه والتنبيه على فضله. يكفيه فضلا أنه من أحب الأعمال إلى الله. والعمل الثالث
المذكور في هذا الحديث قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أي جهاد أعداء الله، الجهاد لإعلاء كلمة الله، الجهاد من أجل رفع راية التوحيد، من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا من أحب الأعمال إلى الله، لما فيه من عزة الإسلام وعزة أهله ورفعة قدره ودخول الناس في دين الله أفواجا. فالجهاد في سبيل الله عمل شريف القدر عظيم المنزلة، ورد في فضله من الأحاديث، من الآيات والأحاديث ما ورد، أحاديث آيات كثيرة وأحاديث عديدة تدل على فضيلة هذا العمل. إذا كان الجهاد لأعداء الله ولمن كفر بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا العمل من أشرف الأعمال وأفضلها وأجلها قدرا عند الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أعمال ذكرت في هذا الحديث هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأعمال المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى ما جاء في الحديث الذي رواه أبو يعلى وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث تضمن ثلاثة أعمال وقد ذكر أحدها في الحديث السابق. فالعمل الأول قال: إيمان بالله. إيمان بالله بمعنى أن يستسلم ظاهر المرء وباطنه لله سبحانه وتعالى، ويكون سريع الانقياد لطاعة الله. فإن الإيمان كلما قوي في قلب العبد سهل عليه قيامه بالطاعة وبعده عن المعصية. فالمقصود بهذا تحقيق الإيمان بالله حق تحقيقه، وأن يقوم في قلب العبد من الإيمان بالله ما يحمله على فعل الطاعة بجوارحه وترك المعصية. ومعلوم أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت في قلوب الناس تفاوتا عظيما، فكلما قوي الإيمان في قلب العبد ظهر ذلك على الجوارح وأعمال الجوارح من الإيمان. وكلما ضعف الإيمان في قلب العبد ضعف قيامه بالطاعة وسهل انقياده إلى المعصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا في هذا الحديث وغيره على تقوية الإيمان في القلب، أن نقوي إيماننا بمطالعة آيات الله عز وجل الشرعية والكونية، فإن هذا مما يثمر الإيمان في قلب العبد ويزيده ثباتا ورسوخا ونماء. فالإيمان يزكو في قلب العبد وينمو بمثل هذه الأمور، وبالاستكثار من الطاعات والعبادات، وبتجنيب العبد لنفسه من المعاصي والمنكرات. فكما أن الطاعة تنمي الإيمان وتزكيه، فالمعصية أيضا تضعفه وتدنيه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زاد حتى يعلو الران على قلبه. فذلك قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي لها أثر على إيمان العبد، تضعفه، تضعف الإيمان. كلما فعل العبد معصية أثرت في قلبه ضعف الإيمان، زاد معصية أخرى ضعف، نكتت نكتة سوداء وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، حتى يعلو الران على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم، أي غطاها وأظلم بها ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب والمعاصي عياذا بالله. فالإيمان بالله يحتاج إلى مراعاة، يحتاج إلى النظر فيما يقويه ويزيده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكل آية في كتاب الله فيها ذكر لأوصاف أهل الإيمان. إذا عمل العبد بتلك الأعمال واتصف بتلك الأوصاف زادت في إيمانه إيمان بالله. كلما قوي الإيمان في قلب العبد كان أحب إلى الله. وذلك إخواني الكرام أن العمل الذي يوصف بكونه محبوبا لله إذا عمله المسلم أحبه الله أحبه الله. إذا عملت بما يحب الله أحبك الله. قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، وجاء في لفظ آخر صلة الأرحام، وهذا أعم، فيدخل فيه صلة الأقارب جميعا. فصلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله، وقد ذكرها الله جل وعلا في أوصاف العقلاء أولي الألباب وأهل الإيمان الذين ذكر صفاتهم في سورة الرعد. قال إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومن أعظم ما أمر الله به أن يوصل الأرحام، فقد أمر الله عز وجل بوصلها وبرها والإحسان إليها ونهى عن قطيعتها وتوعد قاطعها بوعيد شديد. فهل عسيتم، قال قبل هذا في سياق الآيات التي في سورة الرعد لما انتهى من ذكر أوصاف أهل الإيمان، قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك قطيعة الأرحام كما ذكر أهل التفسير. وقال في الآية الأخرى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فكما أن صلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، فقطيعة الأرحام من أبغض الأعمال عند الله وأسوأها عند الله، وصاحبها من شرار الخلق عند الله، مبعد عن الله مطرود من رحمته. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فصلة الأرحام عمل جليل عظيم محبوب لله. احرص على وصل أقاربك وأرحامك الأقرب فالأقرب، فمحاربك لهم من الحق ما ليس لغيرهم ممن هم أبعد فأبعد فأبعد، وهكذا كما حث النبي عليه الصلاة والسلام الأقرب فالأقرب. قدم الأقرب فالأقرب، أمك أو والداك، بناتك، أخواتك، خالاتك، عماتك، هؤلاء هم أحق الناس بصلتك. وهكذا من الرجال يدخل وصلهم كذلك، أعمامك، إخوانك وأخوالك، كل هؤلاء من أرحامك الذين لهم حق في الصلة والبر والإحسان. ثم من يليهم من قرابتك. ومن الأعمال التي هي أحب الأعمال إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا العمل عمل جليل القدر عظيم المنزلة عند الله محبوب إلى الله ومحبوب فاعله إلى الله. وقد وصف الله جل وعلا هذه الأمة بقوله كنتم خير أمة خير أمة، ثم ذكر أخص أوصافها قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلته عظيمة، ولا يقوم هذا الدين إلا بذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد في سبيل الله. فالله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. سمه جهادا كبيرا، والمقصود به أمرهم بأوامر القرآن ونهيهم عما نهى عنه القرآن، وهو تحقيق هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالداعي إلى الله عز وجل الذي يقوم هذا المقام يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا قائم بعمل شريف القدر جليل المنزلة عظيم
عند الله سبحانه وتعالى محبوب إلى الله جل وعلا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل شريف، وقل من يقوم به، قل من يقوم به، هو سبب من أسباب، من أعظم أسباب صلاح المجتمعات وبقاء الأمن لها، الأمن من عذاب الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. لا يكفي أن يكون الإنسان صالحا في نفسه، لا بد أن يسعى في إصلاح غيره. وإلا قد جاء في الحديث قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، لكن إذا وجد المصلحون فهم صمام أمان. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فما دام أهل الصلاح الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقومون بواجبهم، فهذا أمان للأمة من الشر والبلاء والفساد. نعم إخواني الكرام، والكلام حول هذا يطول، ففضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، كما أن الوعيد على ترك هذه الشعيرة كثير وكثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كما سمعنا المقصود هو التنبيه على بعض الأعمال المحبوبة إلى الله. ومن الأعمال التي ورد في وصفها أنها من أحب الأعمال إلى الله ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء عن غير واحد من الصحابة، أن النبي جاء عن أبي أمامة وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الأعمال إلى الله الحنيفية السمحة. ما المقصود بالحنيفية؟ الحنيفية هي الميل عن الضلال إلى الهدى، هذا بمعناها العام، فيدخل في ذلك الميل عن الشرك إلى التوحيد، يميل الإنسان عن الشرك ويذهب إلى التوحيد، الميل عن المعصية إلى الطاعة، يميل عن المعصية ويتوجه نحو الطاعة، الميل عن البدعة إلى السنة، الميل عن الكفر إلى الإسلام، كل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة. وقد أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام باتباع إبراهيم حال كونه حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وذلك أن إبراهيم عليه السلام نشأ بين قوم عبدة للأصنام، كانوا يعبدون الأصنام، فمال عنهم وتوجه إلى عبادة الله وأقبل على عبادة الله وحده. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فأثنى الله جل وعلا عليه بذلك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله الحنيفية السمحة. إذا كان الإنسان بين قوم قد ألفوا المعصية فمال عنهم نحو الطاعة فقد عمل بأحب الأعمال إلى الله. نعم إذا كان بين قوم أحدثوا البدع فمال عن تلك البدع وهجرها وهجر أهلها وأقبل على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عمل بأحب الأعمال إلى الله. إذا كان بين قوم يشركون بالله فمال عنهم وهجرهم وهجر عبادتهم وعبد الله، وليس المقصود أنه يترك حتى نهيهم عن المنكر، لا، وإنما المقصود هجر أعمالهم مع قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد عمل بأحب الأعمال إلى الله. فالحنيفية هي الميل عن الضلال إلى الهدى بمعناها العام. فحيثما كنت وكنت في أوساط قوم مالوا إلى شيء من الباطل فملت عنهم وأقبلت على عبادة الله فقد عملت عملا عظيما، والأجر في هذا الحال ليس كأجر من يعمل بالطاعة في أوساط قوم يعملون بطاعة الله، لأن هذا أمر مألوف، لكن أن تكون في أوساط قوم ألف الضلال ألف الباطل فاستقمت على شرع الله وعلى طاعة الله هذا شأنه آخر،
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. طوبى لهم، هنيئا لهم، أعمالهم في ذلك الآن من أحب الأعمال إلى الله. ومما يبين هذا ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن، أو قال: القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50. قالوا: يا رسول الله، 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. هذا يدل على أن العمل في وقت فساد الناس وغفلتهم وإعراضهم له شأن آخر. لهذا جاء وصفه في هذا الحديث: أحب الأعمال إلى الله الحنيفية. هو بهذا المعنى عندما يميل الإنسان عن مجتمع ماله إلى الشر والفساد فاعتزلهم وأقبل على طاعة الله، لم يتأثر بهم ولا بضلالهم ولا بفسادهم، وإنما توجه نحو ربه سبحانه وأقبل على طاعته وعبادته، فهذا أقبل على عمل من أحب الأعمال إلى الله الحنيفية السمحة أي الميسرة. فأعمال الدين يسر، سهلة، مدللة، طاعة الله ليس فيها عسر. إن عجزت عن عمل هناك أعمال أخرى من أعمال البر والخير. إذا كان العمل مرتبط ببعض المال بنقود ونحو ذلك وعجزت عن ذلك، عندك أبواب أخرى من أبواب الخير تعادل ذلك وتساويه. فالدين يسر، حنيفية السمحة. كذلك من الأعمال التي جاء فيها هذا الوصف ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهذا وصف لأي عمل تعمله، هذا العمل تستطيع أن تجعله من أحب الأعمال إلى الله. أي عمل تعمله، بماذا؟ بالمداومة عليه، أن تداوم على العمل. لأن الإنسان قد ينشط لطاعة وعبادة في وقت ما، لكن سرعان ما تضعف همته وتقل رغبته في ذلك العمل فيبدأ بالتكاسل شيئا فشيئا، فإذا به يقلل من العمل ثم ربما تركه بالكلية. هذا عجز، هذا هو العجز الذي تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن أقبل على الطاعة في اقتصاد، ولو كان هذا العمل يسيرا اعمله وداوم عليه خير من العمل الكثير الذي ينقطع، كما يقال: عمل قليل دائم خير من كثير منقطع. فلو كان الإنسان مثلا يصلي في الليل 5 ركعات يداوم عليها خير من أن يصلي 20 ركعة يصليها أياما ثم يترك ذلك بالكلية. داوم على ما تستطيع عليه، وما لا تعجز عنه مستقبلا خير لك من أن تعمل عملا كثيرا سرعان ما تفتر. فهذا الحديث يتنزل على هذا الحال، إذا كان الإنسان يعمل عملا قليلا مداوما عليه خير من ذلك الذي يعمل عملا كثيرا لكنه ينقطع. شخص يقرأ كل يوم جزءا، وشخص يقرأ 3 أجزاء، هذا مداوم، مر الشهر من أول إلى آخره وهو يقرأ كل يوم جزءا، وهذا قرأ 7 أيام 8 أيام 3 أجزاء، فإذا به يضعف يفتر ترك القراءة بالكلية، ترك القراءة بالكلية. عمل هذا أفضل من عمل هذا، لأن هذا العمل دائم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عمله ديمة: أحب الأعمال إلى الله أدومها. فنزل هذا في أي عمل تعمله، احرص على أن يكون عملك دائما، فإن هذا من علامات القبول عند الله. وقد أثنى الله جل وعلا على عباده الذين ذكر أوصافهم في سورة المعارج، قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. مداوم على صلاته، لا ينقطع عنها، لا يتركها، لا يصلي فرضا ويترك فرضا، عمله دائم. فالعمل الدائم هو المطلوب والمحبوب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأعمال التي ورد فيها أنها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله أو حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ب
بمعنى أن تداوم على الذكر، ويكون اللسان رطبا من ذكر الله جل وعلا حتى ينزل بالإنسان الموت وهو مداوم على هذا العمل. ذكر الله هو من أجل الأعمال وأشرفها وأفضلها وأعلاها منزلة عند الله سبحانه. ويبين هذا ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، ذكر الله بهذه المثابة وبهذه المنزلة، لا سيما لمن يكثر منه كما دل عليه هذا الحديث: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله. ليس المقصود أن هذا عند الموت فقط، يذكر الإنسان ربه عند الموت ثم يموت على ذلك، لا، إنما المقصود أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله، أي كنت في حال الحياة مكثرا من ذكر الله، لسانك رطبا بذكر الله، فيجازيك الله عز وجل عند مماتك أن يديم عليك هذا العمل الصالح، فتموت وأنت محافظ على هذا الذكر مداوم عليه: تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، وتلاوة للقرآن، وذكر لله عز وجل، وغير ذلك. كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وفضائل الذكر كثيرة وعديدة، وإنما المقصود التنبيه على أنه من أحب الأعمال إلى الله. ومن أحب الأعمال إلى الله، ونختم بهذا الحديث لجلالته وعظيم قدره، فإن غالب ما ذكرنا من الأعمال في الأحاديث السابقة بين العبد وبين ربه إلا صلة الأرحام وبر الوالدين. وهذا الحديث الذي نذكره هو مما يتعلق بحقوق المخلوقين. في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الطبراني وغيره، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وغيرهما، وحسنه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله، نعم، قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم، وقبل ذلك قال: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. هذه الأعمال متعلقة بحقوق الخلق. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. هذه الأعمال أعمال صالحة جليلة القدر، ربما يستطيعها كثير منا، سرور تدخله على مسلم. يكون أخوك مهموما مغموما، نزلت عليه مصيبة، نزل عليه كرب، نزلت به حاجة، ربما يحتاج منك إلى كلمات فقط، كلمات تسليه تدخل بها السرور عليه، ربما يحتاج منك هذا. فإذا بك تمر عليه: السلام عليكم يا فلان، يرد عليك ببرود قد علاه الهم والغم، ربما ما تنبه لك، فإذا بك تسيء به الظن: هذا متكبر، هذا الله أعلم إيش فيه، ليش يعني ما يرد بطيب نفس وكذا وكذا، والرجل قد أصابه هم، فهل لا دنوت منه وسألته عن حاله: ماذا فيك، ماذا أصابك، ما الذي حل بك، ماذا نزل بك؟ فربما أبان لك عما في نفسه، وما تنبه لك إلا عندما دنوت منه، فسليته بكلمات طيبة، فإذا بذلك الهم ينقش عنه والغم يزول عنه، فأدخلت السرور عليه وعملت عملا من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم. وربما يكون ذلك السرور بشيء من المال تعطيه، ربما أهله وأولاده في البيت لا يجدون القوت، يحتاج إلى شيء من المال يسير، فتدخل عليه السرور بذلك. وربما دعا لك دعوات تخترق السبع الطباق، فيجيبها الله عز وجل ويكشف عنك كربا كما كشفت عنه كربا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. وهذا من عطف العام، من عطف الخاص بعد العام، فقضاء الدين من كشف الكرب، والكربات عديدة متنوعة كثيرة. أي كربة تكشفها على عن أخيك المسلم هذا عمل صالح جليل القدر من أحب الأعمال إلى الله، أو تقضي عنه دينا، غلبه الدين وأنت قادر على إعانته ولو بشيء، بشيء من الدين، هذا عمل جليل، لا تبخل عليه إذا أقدرك الله عز وجل على ذلك.
وجعلك مفتاح خير في هذا، فهذا عمل صالح، عمل عظيم، عمل شريف، عمل يشعر بالأخوة والمحبة والتعاطف والتآلف والتكاتف بين المسلمين، ويجسد ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: مثل المسلمين في مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. ربما يستعطفك سائل من السؤال يريد منك حاجة فتقول: هذا كذاب، هذا ما هو بحاجة، هذا الله أعلم إيش معه، ويكون صادقا. صحيح أن من أولئك من يكذب، لكن هناك عدد كبير منهم هو صادق فيما يقول، قد عضه الدهر بنابه وأصابه ما أصابه فيحتاج لإعانة. فلا يمنعك كذب الكذابين وحيل المحتالين من الإحسان إلى المحتاجين، ويحول بينك وبين هذا العمل الجليل القدر. نعم، فكم من إنسان هو بحاجة ماسة، حال بينه وبين وصول الخير إليه ما وجد من أولئك، والله المستعان. لكن إذا كنت ذا قدرة على الإحسان فأحسن، وأجرك مكتوب سواء صادف حاجة أو لم يصادف. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة حصلت، قال رجل: والله لا تصدقن الليلة، فخرج بمال فوقع في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق اليوم على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني. ثم في الليلة الثانية قال: لا تصدقن الليلة، فخرج بصدقته فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ قال: اللهم لك الحمد على سارق. ثم في الليلة الثالثة قال: لا تصدقن، فخرج فوقعت صدقته في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ قال: اللهم لك الحمد على غني وسارق وزانية. فقيل له: قد قبلت صدقتك، أما الغني فلعله أن يتصدق، يكون له عبرة بك فيتصدق، وأما السارق فلعله أن يتوب عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها. فصدقة المتصدق مقبولة على أي حال، وأجره مكتوب على أي حال، فإذا صادفت حاجة محتاج كانت أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، كما دل عليه هذا الحديث: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. هذه جملة من الأعمال التي هي من أحب الأعمال إلى الله. نحرص على المسابقة والمسارعة إليها بما نقدر وبما نستطيع، فإن المسلم في ميدان سباق ومنافسة في الطاعة والعبادات في هذه الدنيا حتى يلقى ربه جل وعلا. فإذا انتقل إلى جوار رب انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فلنحرص على استغلال أعمالنا وحياتنا في طاعة الله ما دام